السلام عليكم، يا اهلا ومرحبا، مساكم الله بالخير. اليوم نجي للحلقه السادسه من سلسله كويك ريفيو. في المقطع هذا راح ناخذ فكره سريعه عن ساعه كارتير تانك فرانسايز، ساعه المشاهير والشخصيات الكبيره. تم تسميته بالاسم هذا لان الاميره ديانا من عشاق ومحبي الساعه هذه، وايضا ميشيل اوباما اللي هي زوجة بارك اوباما كانت ايضا من عشاق ومحبي الساعه هذه. نزلت الساعه وتم اصدارها لاول مره عام 1996 ميلادي، وقتها نزلت بالذهب الأصفر، ونزلت أيضا بالستيل، ونزلت ثنائي اللون ميكس بين الذهب والستيل. على مدار السنوات خضعت الساعة للعديد من التعديلات والتحديثات، نزلت بإصدارات جدا كثيرة منها الكرونوغراف، ونزلت بموديل اسمه ييرلينج، ونزلت بأكثر من شكل مثل الصورة الموضحة عندكم في المقطع. لكن احنا يهمنا هذا الإصدار اللي يعتبر أحدث إصدار من إصدارات كارتير تانك فرانسايز. نزل هذا الإصدار عام 2023، ونزل بثلاث مقاسات. أول مقاس اللارج نزل بسعر 24500 ريال سعودي، ومقاس الساعة نزلت ب 36.7 الطول، أما العرض 30.5. أما نجي للمقاس الوسط مثل الموضح في الصورة، طبعا هذا المقاس الميديم، نزلت الساعة بسعر 20000 ريال سعودي، ومقاس الساعة 32x27. أما نجي للمقاس الأخير اللي هو السمول النسائي، نزلت تقريبا بسعر 15700 ريال سعودي، ومقاس الساعة 25.7x21.2. نجي للساعة هذه، رقم المرجع للساعة هذه اللي هي الوسط WSTA0074. الساعة مصنوعة من الاستيل بالكامل، حركة الساعة كوارتز بطارية. أما المقاس الكبير هو الوحيد اللي يجي أوتوماتيك، أما النسائي والوسط كله يجي بحركة كوارتز اللي هي بطارية. طبعا نجي لكلمة فرانسايز أو فرانسيس. كلمة فرانسيس معناها باللغة الفرنسية كلمة الفرنسية فقط، باللغة الإنجليزية فرانش، أما باللغة العربية الفرنسية. وهنا صور لبعض المشاهير اللي ارتدوا هذه الساعة، وهنا انتهى المقطع، وإن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا من المراجعة.